بعد الانشغالات الكثيرة المرفوعة من الطلبة إلى ممثل الشعب بالبرلمان، تم اقتراح إنشاء لجنة تحقيق برلمانية تتسم بالجدية والانضباط حول تدني الخدمات الجامعية والتي تؤثر سلبا على التحصيل العلمي للطالب وأخذ مخرجاتها بعين الاعتبار. بناء على إحالة وصلتنا من مجلس الشعب الوطني، طلب تقدموا به مجموعة من النواب، ممثلهم كان هو النائب سليمان زرقاني اللي طلبوا انهم انشاء لجنه تحقيق، هذا طبعا ما يخوله لهم القانون وصلاحياتهم. مشينا احنا وكانت النقاشات مستفيضه، وبناء المعطيات السابقه اننا جل اعضاء اللجنه كانوا يمشيوا انه في ضروره انشاء هذه اللجنه للمساهمه ومرافقه القائمين على القطاع وعلى الخدمات الجامعيه، وكذلك لأن نعلم ومتأكدين أن الدولة الجزائرية ترصد أموال وميزانيات كبيرة لهذا القطاع، ولما نسمع أنه كان مليون وجبة يومية تقدم. اقتراح لقى ترحيبا من ممثلي الطلبة الذين نادوا كثيرا بتحسين الخدمات الجامعية من إطعام وإيواء ونقل وكذا المرافق التابعة لها. هذا شيء مهم جدا بالنسبة لنواب الشعب وبالنسبة لهذه اللجنة المهمة على مستوى القطاع وعلى مستوى المجلس الشعبي الوطني. نعم حقيقة اليوم احنا كمنظمة طلابية جزائرية حرة نثمن هذا القرار المهم، ونتمنى أن يكون هناك إشراك للشريك الاجتماعي وكل الشركاء الاجتماعيين على مستوى الدول الوطنية للخدمات الجامعية، من تنظيمات طلابية وجمعيات طلابية إلى نقابات عمال وإلى كل الشركاء المهمين داخل هذا القطاع. أيضا نتمنى أن تكون هناك متابعة حقيقية ومتابعة ميدانية على مستوى كل الأحياء الجامعية التي تتكون من إقامات وتتكون من مديريات خدمات على مستوى القطر الوطني. لجنة تحقيق سيكون لها الأثر الإيجابي على تحسين الحياة الطلابية بالإقامات الجامعية في الوقت الذي تسعى فيه أيضا الوزارة إلى رقمنة قطاع الخدمات وتحسينه.